الزملاء والزميلات باش نستمروا جميع في الاحتجاج من اجل كرامه. الكرامه ماشي 750 درهم، 750 درهم اهانه بهذا الشكل اللي تطروجها وزاره التربيه الوطنيه. الكرامه تبدا بارجاع كل موقوف وموقوفة دون قيود او شروط، والكرامه تبدا بالاستجابه للملف المطلوب في شموليته بحوار جد ومسؤول. حنا ما تنطلبوش وما تنبغيناش المنة وما بغيناش واحد يصدق علينا، احنا بغينا حقوقنا وسننتزع حقوقنا. حقوقنا طبعا بما يكفله لنا القانون والدستور. لذلك احتجاجاتنا مستمره ونتاسف ونتالم لذلك، وكنا نتمنوا حتى الندوه هذه ما تنظمش، كنا نتمنوا الان نكون في مقرات عمان، ولكن العقليه ديال السبعينيات والثمانينات وهذه الممارسات فرضات علينا للاسف الاحتجاج من جديد. لذلك اناشد الزملاء والزميلات للمشاركه والانخراط بكثافه في الاضراب وكذلك الحضور المكثف في المسيره الوطنيه باش نبينوا رساله بان النساء ورجال التعليم مستمرين في النضالات ديالهم وبانهم ما تخلوش وفعلا ما تخلوش وما غاديش تخلاو على الزملاء والزميلات. بدينا هذه المعركه هذه جميع غنستمروا فيها جميع الى ان نحقق الحقوق ديالنا كامله غير منقوصه، وعلى راسها الحقوق او في صلبها هو ارجاع كل الموقوفين والموقوفات دون قيود او شروط. وهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم وفي نفس الوقت عضو تنسيقيه الاساتذه حاملي الشهادات. اذا قلت هذه المعركه هذا اليوم هذه الندوه الصحفيه اللي تنظموا اليوم هي جات باش ناكدوا بان المعركه المعارك النضاليه ديالنا من اجل المدرسه المغربيه ومن اجل المطالب العادله والمشروعه لعموم النساء ورجال التعليم هذه المعركه لازالت مستمره. واليوم طبعا غادي نعلنوا على برنامج نضالي جديد، ربما الا شفتوه في البيان راه اللي طالع عليه ما طلعش عليه، اليوم غادي يتم الاعلان على برنامج النضالي المستقبلي، وطبعا اللي وضع الراي العام على المستجدات اللي تتعرفها هذا الملف سواء ما يتعلق بالموقوفين والموقوفات وما يتعلق كذلك بالمستجدات ديال الملف ككل، المطالب العادله لعموم النساء ورجال التعليم اللي خرجنا من اجلها الاحتجاج. اذا هذا هو علاش جينا ننظموا هذه الندوه الصحفيه، وكذلك تنعتبروها واحد الخطوه نضاليه على غير البرنامج النضالي السابق. هناك من كان يعتقد بانهم اللي غادي يوقفوا الزملاء والزميلات او واحد الجزء بانهم غادي يخافوا او غادي يعياو او غادي، اليوم تيتاكد بان نساء ورجال التعليم رغم كل الضربات ورغم تواطؤ الكل اللي كانوا في الضفه الاخرى اثناء المعركه النضاليه واللي تزادوا والتي نعتبرهم الان ماشي متواطئون فحسب، وانما هم من املوا على وزاره التربيه الوطنيه القيام بهذه الخطوه. لانه انا قلت في ابان التوقيفات انه على قبل عقد اي لقاء مع وزاره التربيه الوطنيه وقبل التقدم اي خطوه في نقاش النظام الاساسي المفروض ان يكون هناك شرط واضح وصريح وهو ارجاع الموقوفون والموقوفات. هذا الشيء ما شفناش، شفنا الناس تناقشوا مستمرين في هذيك المسرحيه الى يومنا هذا هم مستمرين، واليوم عندنا اكثر من 200 استاذ واستاذه موقوفين للشهر الرابع على التوالي، ناس عندهم اسر عندهم وليدات عندهم اباء، داز عليهم رمضان داز العيد الصغير، هاد الناس شنو داروا في ملك الله حتى يتم المعامله ديالهم بهذه الطريقه هذه؟ شنو هادو ناس خرجوا تيحتجوا من اجل اسقاط نظام اساسي الحكومه اقرت وقالت بانه نظام اساسي وسيء تدبيره وانه نظام اساسي غير عادل للنساء ورجال التعليم، وبالتالي من افتعل ازمه النظام الاساسي هي وزاره التربيه الوطنيه، وبالتالي الا كان شي واحد خاصو يتوقف او يعاقب اليوم فهم المسؤولين ديال وزاره التربيه الوطنيه. حنا خرجنا فقط من درنا ردة فعل، تعرضنا لهجوم كبير شنيع من جانب وزارة التربية الوطنية عندما أرادت أن تفرض علينا هذا النظام الأساسي الذي سوف يرهننا لمدة تزيد 20 أو 30 سنة. قلنا ما يمكنش، وخرجنا وعبرنا بشكل حضاري ومسؤول وقلنا ما يمكنش نقبلوا هذا الوضع، وخرجوا عموم نساء ورجال التعليم. راه ما خرجوش 200 ولا 300 ولا 1000، راه خرجت على الاقل الهيئه ديال التدريس 240 الف استاذ واستاذه، وخرجوا الهيئات اخرى وخرجوا المتقاعدين وخرجوا كل الفئات المتضرره من السياسات التعليميه العموميه.
إذا ما يمكنش اليوم من بعد هذه المعركة النضالية اللي ما عمرها كانت، أقول وأؤكد أن هذه المعركة لم تعرف، أو قطاع التربية الوطني لم يعرف أو لم يشهد لمعارك نضالية مثل المعركة النضالية اللي كانت اللي بدأت نهار 5 أكتوبر. ما يمكنش اليوم من بعد هذا النجاح ومن بعد هذ الناس اللي خرجوا فقط يطالبوا حقوقهم ورفع الظلم والحيف يتم المعاملة ديالهم بهذا الشكل هذا. اليوم خرجوا بواحد الأسطوانة ديال عن زيدو باش يلهي وكذا، ملي شافونا خرجنا بيان مباشرة قال لك أودي حقا 750 درهم كذا. هادشي هذا نحن نقولهم لا يهمنا 750 درهم، حنا اللي تيهمنا الآن هي الكرامة. والنهار الأول نهار 5 أكتوبر خرجنا وقلنا احنا خارجين من أجل الكرامة، وبالتالي الفلوس أو الزيادة لا تساوي الكرامة. شحال من واحد عنده الملايير ولكن لا يتوفر على الكرامة. الكرامة تتوفر كما نقولوا احنا بالرجلة بالكلمة، الكرامة توفرها الرجال، وهذا الشهادة لن يتحقق. الكرامة ديالنا ما غاديش تحقق إلا بإرجاع كل الموقوفون والموقوفات دون قيود أو شروط، لا سيما أنهم ما عندهمش حتى شي دليل اللي تيقول بأن هاد الأساتذة أو غيرهم أنهم ارتكبوا أي فعل يمكن بناء عليه أن يتم توقيفه. لذلك جينا نقول أننا مستمرين في النضال، المعركة ديالنا مستمرة، الاثنين المقبل كاين إضراب وكاين كاين مسيرة. نتمناو تحضروا وتنشكركم بزاف المنابر الإعلامية الحرة اللي لعبت دور وغطات وقامت بواحد الدور كبير جدا في هذه المعركة النضالية وفي المعارك النضالية الأخرى، لأنهم هما للأسف الإعلام العمومي اللي تنمولوا حنا وعامة المغاربة سادين علينا منه، وتجيبوا فيرسيون وحدة كلام واحد شوشوا واحد تمروا. ولكن ولله الحمد بفضلكم نتوما الإعلام الحر استطعنا ننتصروا عليهم إعلاميا، لأنه دابا حتى المغاربة عرفوا بأن هذا الإعلام العمومي الرسمي فقد المصداقية. تنشكركم وتنتمنى تحضروا معنا في المحطة النضالية ديال 22 أبريل. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.